السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. مرحبا بكم في قناه خديجه بنيوس للطبخ والحلويات بامتياز. اليوم جيت نقدم لكم حريشات بالزيتون والفرماج ومن السمين بالزعتر، كيجيو غزالين للفطور اولا الكوتي بتحمرت الوجه ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وديروا لايك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. عندنا في المقادير 500 غرام ديال السميده رقيقه ديال الحلوه، عندنا كاس كبير ديال المدافي ونص كاس ديال الزيت، وعندنا 5 د الفرماجات، وعندنا خماره ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، وجوج معالق ديال السنيده، وعندنا معلقه صغيره ديال الملح، وعندنا زيتون اسود للتزيين، وعندنا الزعتر باش نسمو الحريشات. غنبداو على بركه الله. غادي نديرو نص كاس ديال الزيت، غادي نضيفو ليه معلقه صغيره ديال الملح، غادي نضيفو سنيده اللي معاها واحد شويه زعتر، وغادي نديرو خماره حمراء بوزن 8 غرام ولا 7 غرام بحال بحال. وغادي نضيفو معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، وغادي نبداو نبسبسو السميدة ديالنا. الخطوة الأولى غادي نبسبسوها مزيان حتى تجمع لينا السميدة، كناخدو الما دافي ما يكونش دافي بزاف شويه، كنبداو نجمعو في السميده ديالنا بشويه بشويه، وحنايا كنخويو في الماء حتى نجمعوها كامله، ما تكونش قاسحه وما تكونش جاريه. الجهد اللي تجمع لينا السميده من بعد ما ارتاح لينا العجين ديالنا واحد شويه، كنبداو تنكركبو جد بطبيطه صغيورين تقريبا هذاك الشكل، كنعمروها من الداخل بشويه ديال الزيتون والفرماج والزعتر، كيف كتشوفوا معايا
هادوك 5 د الفرماجات. يمكن لكم ديروا اي فرماج، هي الفرماج مثلث، هي الفرماج الموتزاريلا، هي الفرماج المربع كيري. كتخلطوا مع الزيتون اللي انا مخلطاه مع الزعتر، وكنجمعهم على شكل بطبيطات بحال هكا، وصافي كنقرصهم. من بعد ما كملنا الكويرات ديالنا كيف كتشوفوا، كندردرو عليهم السميده من الفوق. صافي هادو هما الحريشات ديالنا من بعد ما قرصناهم كاملين، يعني كميه كافيه للكوتي. نص كيلو 500 غرام كتخرج هاد الكميه هادي، يعني معقوله 10 د الحريشات في المستوى. كنتمنى تجربوهم، اكيد غادي يعجبوكم. كنبداو كنديرهم في المقله الثقيله كيف كتشوفوا معايا. تيجيو رائعين بزاف بزاف. كنتمنى تجربوهم وردوا عليا الخبر، بارطاجيو الفيديو ديالي مع الناس اللي كتعرفوا، وما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وديروا لايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم.